بكم مشاهدينا الكرام في أحداث اليوم على شاشة إكسترا نيوز، والذي نناقش فيه أهم الملفات المحلية والعربية والدولية. والبداية من القاهرة، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريون، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والعسكري والأمني، وكذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر في إطار التنسيق المنتظم بين مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية في شرق المتوسط والقارة الإفريقية. وقد نقل وزير خارجية فرنسا إلى الرئيس تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، والتي اكتسبت مزيدا من قوة الدفع خلال زيارة الدولة المتميزة التي قام بها الرئيس مؤخرا إلى باريس. من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي ماكرون، معربا عن التقدير لحفاوة الاستقبال خلال زيارة الدولة الأخيرة لباريس، والتي عكست الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ومؤكدا ما تولي مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات. وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أعرب الرئيس عن تطلعه لنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية العريقة في كافة المجالات التنموية إلى مصر، لا سيما في مشروعات السكك الحديدية والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري. كما أوضح الرئيس أن هناك إطارا واعدا للتعاون الثقافي بين البلدين في ضوء قرب افتتاح مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما تحتوي من صروح ثقافية ضخمة وفريدة، وكذلك المتحف المصري الكبير والذي يعد الأكبر في العالم. وفيما يتعلق بالقضايا السياسية، أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في منطقة شرق المتوسط، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق المنتظم بين مصر وفرنسا في هذا الصدد، لا سيما في ضوء التوافق بين المصالح السياسية والاقتصادية للبلدين. كما تم التطرق إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أعرب لودريون عن تثمين بلاده للجهود المصرية بقيادة الرئيس لتثبيت الأوضاع الميدانية في ليبيا خلال الفترة الماضية، وهي الجهود التي باتت محل تقدير من قبل المجتمع الدولي بأسره. وقد تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين الجانبين لترسيخ المسار السياسي على نحو شامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، ويسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية. وقد تم التباحث أيضا بشأن سبل تعظيم التعاون بين مصر وفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، خاصة في منطقة الساحل الإفريقي، ودعم جهود دول تلك المنطقة في مواجهة خطر تمدد الجماعات الإرهابية وتزايد نشاطها هناك، خاصة بعد دحرها في منطقة المشرق العربي وشمال إفريقيا. هاتفيا معنا للتعليق السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك سعادة السفير. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. إذن استقبال من الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريون. العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات متميزة للغاية سعادة السفير، هناك أوجه كثيرة لهذه العلاقات، علاقات عسكرية، علاقات أمنية، علاقات اقتصادية، علاقات ثقافية. كيف ترى كل ذلك في ظل هذه الزيارة من وزير الخارجية الفرنسي؟ هذا اللقاء بين السيد الرئيس ووزير خارجية فرنسا اليوم بالقاهرة هو أول لقاء على هذا المستوى الرفيع بعد زيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر من عام 2020.
تلك زيارة الدولة التي شهدت إطلاق ما وصف بشراكة استراتيجية شاملة بين مصر وفرنسا. شراكة استراتيجية شاملة أي من حيث المجالات، بتغطي كل مجالات التعاون الثنائي، من ناحية أخرى هي بتعكس المصالح المشتركة والاهتمامات المشتركة للبلدين في عدة مناطق جغرافية تهم الأمن الإقليمي والأمن الدولي، لعل في مقدمتها شمال أفريقيا، الشرق الأوسط، منطقة الساحل، والقضية الفلسطينية، بالإضافة طبعا بعلاقات الدولتين بقوة إقليمية أخرى تقوم بأعمال استفزازية تهدد الأمن في منطقة الشرق المتوسط. اجتماع اليوم الوزير خارجية فرنسا موجود في القاهرة كما تعلم حضرتك أستادة المشاهدين الكرام، لأنه شارك في الاجتماع الثالث للرباعية التي رباعية القضية الفلسطينية إذا جاز لنا أن نطلق عليها هذا الوصف، والتي تضم مصر والأردن وفرنسا وألمانيا. مما لا شك فيه أن الدور الفرنسي في تحريك الموقف الأوروبي وتفعيل دور الاتحاد الأوروبي في استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في غاية الأهمية، وأعتقد أنه دوت كان من بين القضايا التي طرحت للبحث في لقاء السيد الرئيس مع وزير خارجية فرنسا. طبعا في إطار الحديث عن العلاقات الثنائية، كما تتذكر حضرتك خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للقاهرة في يناير 2019 تم الإعلان عن دعم تنموي ودعم مالي فرنسي لمصر في حدود مليار أورو. وخلال زيارة السيد الرئيس لفرنسا في ديسمبر الماضي تم التوقيع على اتفاقيات قروض ومنح في إطار هذه المبادرة الفرنسية بلغت 700 مليون أورو، وغطت عدة مجالات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر النقل والتعليم والتعليم العالي. مكمل القول أنه لقاء السيد الرئيس مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لوتريان اليوم بيجسد الطبيعة الخاصة والشراكة الاستراتيجية الكاملة الشاملة التي تربط البلدين، وأعتقد أن مستقبل هذه العلاقات مستقبل رحب، وهذه العلاقات والتنسيق والتعاون بين الحكومتين المصرية والفرنسية بعد دخول الرئيس المنتخب الديمقراطي جو بايدن الإطار البيت الأبيض في 20 يناير الجاري، أعتقد أن هذه العلاقات هتكون رافعة لعدة قضايا تمس الأمن والاستقرار والسلم في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط وشرق المتوسط. نريد أن نفصل بعض النقاط فيما يتعلق طبعا بالعلاقات المصرية الفرنسية سعادة السفير. خلال هذا اللقاء يعني واستقبال الرئيس السيسي لوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريون، من ضمن ما تم التباحث حوله هو سبل تعظيم التعاون بين مصر وفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، خاصة طبعا في منطقة الساحل الإفريقي، دعم جهود هذه المنطقة في مواجهة كل هذه الجماعات الإرهابية وتزايد نشاطها هناك، خاصة طبعا بعد دحرها في منطقة المشرق العربي وشمال إفريقيا. التعاون المصري الفرنسي في هذا الشأن تثمنه فرنسا كثيرا. حضرتك كما تعلم حضرتك فرنسا من عام 2013 بدأت في مواجهة الإرهاب في مالي بداية في عملية أطلق عليها سيرفال، ثم تحولت هذه العملية إلى باركان العملية الحالية اللي وجه الخلاف الرئيسي بين سيرفال وباركان أن العملية العسكرية باركان أصبحت تشرك خمس دول من دول الساحل مع فرنسا في مواجهة عدة جماعات إرهابية
من ضمنها جماعات تدين بالولاء للقاعدة أو جماعات أخرى تدين بالولاء لداعش. نعم. بالإضافة طبعا إلى بوكو حرام. الدول الساحل المشار إليها هي موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، تشاد، النيجر. حضرتك هذا الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل لا ينفصل عن الحرب على الإرهاب سواء في شمال سيناء، في سوريا أو في ليبيا. موضوع الميليشيات المسلحة وتفكيك الميليشيات المسلحة في ليبيا يرتبط ارتباط مباشر بالجماعات الإرهابية. كذلك حضرتك الجماعة الإرهابية التي تعمل في تونس والتي أطلقت على نفسها اسم جماعة عقبة بن نافع. فشركة مصر لفرنسا طبعا ده بيأتي في إطار إيمان الدولتين بأهمية عدم تجزئة الحرب الدولية على الإرهاب، كما شاهدنا في الفترة من 2013 حتى 2017 في سوريا والعراق. إذا كنا بنحارب داعش في سوريا والعراق فيجب أن نحارب داعش في أي في كل مكان. إذا كنا بنحارب القاعدة في أفغانستان نحارب القاعدة في كل مكان، حتى إذا التنظيمات أو المنظمات أو الجماعات اللي تابعة للقاعدة بتغير من أسمائها. على سبيل المثال هيئة تحرير الشام في سوريا والتي هي قاعدة بقيادة محمد الجولاني، هي تتبع القاعدة، لكن بناء على تأثير تركي وتأثير قطري قامت بتغيير اسمها في أغسطس 2016 من إلى هيئة تحرير الشام حتى يسمحوا لها أن هي تكون طرف مفاوض أو طرف بعض الدول تعترف به، لكن هي قاعدة. فالموقف الفرنسي والموقف المصري هو الموقف السليم في الحرب على الإرهاب، لا كيل بالمكيالين. وإذا كان في حرب على الإرهاب فلتكن حربا شاملا في جميع المناطق ضد كل الجماعات الإرهابية. أيوة. فده اللي حاصل حضرتك. ودخول مصر على الخط في دعم فرنسا في منطقة الساحل ده بيأتي في إطارين في تقديري. الإطار الأول هو الانتماء الأفريقي لمصر، لأن كما تتذكر حضرتك خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي في عام 2019 كان في عنصر أساسي في هذه الرئاسة هو محاربة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف. نعم. الإطار الثاني هو العلاقات وتلاقي الفكر وتلاقي المقاربتين المصرية والفرنسية بالنسبة للحرب على الإرهاب. ومما لا شك فيه أن مصر لا تدعم فرنسا فقط في الساحل، وإنما تدعم الخمس دول الأفريقية الأخرى اللي بيطلق عليهم جي 5 أو جي 5. وطبعا مصر لن تتأخر عن تقديم العون وتقديم الخبرات، لأنه بمنتهى صراحة شمال أفريقيا إذا لم يتم مواجهة الإرهاب في منطقة الساحل ده بيمثل خطرا على شمال أفريقيا من المغرب في الغرب وحتى سوريا والعراق في الشرق مرورا بتونس وليبيا ومصر. نعم. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل. كنت معنا سفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا لك. من أخبارنا الهامة أيضا لهذا اليوم، اجتماع وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن في القاهرة لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم. وقد رحب الوزراء بالاجتماع لما يمثل من فرصة لمناقشة الخطوات الممكنة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط وخلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ونشد الوزراء الطرفين من أجل تعميق التعاون والحوار بينهما على أسس الالتزامات المتبادلة. وفي هذا الصدد رحب الوزراء بقرار السلطة الفلسطينية استئناف التعاون القائم على التزام إسرائيل بالاتفاقيات الثنائية السابقة.
وخلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع أكد وزير الخارجية سامح شكري تطلع مصر للعمل مع الشركاء الدوليين لإحراز تقدم يتجاوز مرحلة الجمود التي مرت بها عملية السلام. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظرائه الأردني والألماني والفرنسي أشار شكري إلى التوافق على خطوات وإجراءات للتوصل إلى حل عادل وشامل لتحريك الجمود في القضية الفلسطينية. من جانبه قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن عمان مستمرة في العمل مع الشركاء للتوصل لظروف تسمح باستكمال المفاوضات بشأن القضية الفلسطينية، لافتا إلى أهمية الدور الأوروبي في التوصل لتسوية سلمية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريون ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة. وأشار لودريون إلى أن اتفاقات السلام بين إسرائيل ودول عربية خطوة إيجابية تدفع عملية السلام في المنطقة. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن جهود اللجنة الرباعية الدولية تعمل على إطلاق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأشار ماس إلى أن ألمانيا ترى أن أفضل حل للصراع هو حل الدولتين، مشددا على التزام بلاده بالحفاظ على حقوق الفلسطينيين. ونتابع الآن أهم ما تناولته الصحف بشأن تصريحات وزير الخارجية سامح شكري خلال مؤتمر اليوم والذي جمعه مع نظرائه الأردني والفرنسي والألماني.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن انفوجرافات سلطت الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق على مدار عام 2020. أظهر التقرير أن عام 2020 كان من أكثر السنوات استهدافا بالشائعات على مدار الأعوام الستة الماضية بنسبة بلغت 29.9%، وذلك مقارنة ب 26.1% في عام 2019 و 16.9% في 2018. وفيما يتعلق بالشهور التي شهدت تداول أكبر عدد من الشائعات على مدار 2020، أوضح التقرير أن شهر إبريل جاء في المرتبة الأولى بنسبة 11.5%، ثم شهر ديسمبر بنسبة 10.5%، ومايو بنسبة 10.2%. وكشف التقرير أن قطاع الاقتصاد كان أكثر القطاعات استهدافا خلال شهر يناير بنسبة 20.3%، بينما احتلت الصحة الصدارة على مدار الشهور الستة التالية، حيث وصلت نسبة الشائعات الخاصة بهذا القطاع في فبراير 31.3%، بينما أصبح التعليم الأكثر استهدافا في أغسطس بنسبة 22.4%. أشار التقرير أيضا إلى أن نسبة عدد الشائعات المتعلقة بجائحة كورونا بلغت 51.8% من إجمالي عدد الشائعات. إلى جانب ذلك، رصد التقرير مجموعة من أخطر الشائعات التي تم تداولها خلال عام 2020، والتي تمثلت في انتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم للمستشفيات الحكومية وإجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي كورونا مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية، وعجز في أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية، وتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحي، والتخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة. معنا هاتفيا الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام. برحب بيك يا دكتور حسام. وبالنسبة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فهو نشر تقرير يمكن يتضمن مجموعة من الإنفوجرافات هي بتسلط طبعا الضوء على حصاد الشائعات خلال عام 2020. دور هام جدا للمركز في ضحط كل هذه الشائعات والرد عليها أولا بأول. تفضل. أهلا بيك يا أستاذ شادي، وأهلا بكل السادة المشاهدين. في البداية، ومن خلال البيانات والإحصاءات التي كشف عنها المركز الإعلامي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، يمكنني أن أصف وبكل صدق أن عام 2020 كان هو عام الشائعات الأول. يعني كم الشائعات التي انتشرت خلال عام 2020 كان رقم كبير جدا. الشائعات استهدفت كل القطاعات وخاصة القطاعات الأهم. كلنا عارفين انه في ظل انتشار جائحه كورونا، من المؤكد ان الشائعات طالت القطاع الصحي في المقام الاول. واؤكد ان غالبا الشائعات، ومن خلال الدراسات العلميه، يعني تطال القطاعات الحيويه الهامه التي تخص حياه المواطنين بشكل يومي، ومنها قطاع الصحه وقطاع التعليم وقطاع التموين والقطاع الاقتصادي. ولكن أنبه أنه الدولة المصرية بكافة الأجهزة والمؤسسات، وخاصة المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء والإعلام المصري والقنوات الإخبارية المختلفة التي تقوم على مدار الساعة بتفنيد تلك الشائعات ونشر الحقائق بالأرقام والمعلومات والإحصاءات. لأنه أنا بقول للسادة المواطنين أنه مواجهة تلك الشائعات هو عمل علمي، عمل منهجي، يحتاج إلى مجموعة من الخطوات، منها التعامل مع الشائعة مبكرا. نعم. وهذا ما يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، هو يتواصل طبعا أولا بأول مع كل الوزارات والهيئات المعنية. بالضبط. لازم التوعية، لأنه إذا كنا بنقول أنه كورونا يحتاج إلى لقاح ناجع، فأنا بقول أنه لقاح الشائعات الوحيد هو الوعي، ومن ثم يجب التوعية المستمرة والدائمة للمواطن والمسؤول والإعلامي. طبعا يجب كشف كل الحقائق والمعلومات سريعا وإتاحة المصادر، لأنه كل هذه الشائعات هي شائعات بلا مصدر على الإطلاق، تعمل بشكل ممنهج وممول. كمان للمؤسسات الإعلامية اللي موجودة، ومنها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، و
الهيئة الوطنية للصحافة تقوم بالتدريب المستمر للإعلاميين والصحفيين على كشف الشائعات والتعاطي معها مهنيا. نعم. والشعب المصري واعي ومنتبه لكل تلك الشائعات. الإعلام طبعا عليه الدور الأساسي، لأنه الإعلام هو حائط الصف الأول ضد كل تلك الشائعات. هذه الشائعات أغلبها انتشر عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي التي تمتلئ بالشائعات التي تنتشر بسرعة وكثافة، ويتم التركيز عليها من خلال منصات محددة معروفة ومرصودة لدى الجميع، وأصبح كل ما ينشر عليها معروف أنه كذب وتزييف للحقائق. أيوة. كذب وتزييف الحقائق لم يمتد فقط للأخبار والمعلومات، ولكنه انتقل إلى الخداع البصري والصورة والفيديو من خلال التطبيقات الحديثة مثل ديب فيك وغيرها من التطبيقات. نعم. دورنا جميعا هو القضاء على تلك الشائعات، لأن الشائعات لن تنتهي. هذا نهج مستمر للجماعات الإرهابية وقنوات الشر والإرهاب سواء وأعداء الدولة في الداخل والخارج، وستستمر تلك الشائعات في 2021. وهناك شائعات استراتيجية يتم التعاطي معها ليل نهار بشكل يومي وبشكل ممنهج، يجب التعامل معها بكل وعي. وهذا ما يفعله المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وتفعله كل وسائل الإعلام المصرية ضحض هذه الشائعات وتعريف المواطنين بالحقيقة أولا بأول. بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا هاتفيا الدكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام، شكرا جزيلا لك. أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أنه من المتوقع توريد لقاحات فيروس كورونا نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه تم التواصل لتسجيل لقاح أسترازينيكا خلال الفترة المقبلة من أجل البدء في توريده، وكذلك التواصل مع التحالف الدولي للأدوية للحصول على اللقاحات. أضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي أن اللقاح الصيني يجري حوله مباحثات مع السفير الصيني، وخلال أيام قليلة سيتم بدء التوريد، وتابعت أنه علينا التأكيد على أن هناك احتياج شديد على مستوى العالم للقاحات وفي أولويات لدى الدول، ويتم التواصل أيضا مع شركة فايزر، وتم تقديم الملف، طلب من الشركة بتقديم ملفها للتسجيل في مصر. أضافت وزيرة الصحة أن أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل الدولة المصرية شهدت تراجعا كبيرا في الأعداد، بعد أن كان يسجل في السابق ما يقرب من 1500 إصابة منذ الثلاث أيام السابقة. الدولة المصرية تسجل في حدود 900 حالة يوميا، وأشارت إلى أن مصر تشهد مزيدا من التحسن في الخدمات الطبية، ولا يوجد أي مشكلة تخص أزمة الأكسجين، وتم زيادة الإنتاج لأكثر من 50% لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات. أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مرسومين سلطانيين اليوم، يتعلق أحدهما بوضع نظام أساسي جديد للدولة. وحسب وكالة الأنباء العمانية فإن أهم ما ورد في المرسوم السلطاني رقم 6 لعام 2021 وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته. كما يتضمن المرسوم التأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، والتأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين. أما فيما يتعلق بقانون مجلس عمان والذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 7 لعام 2021، فإنه يتضمن اختصاصات المجلس وشروط العضوية وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.
هاتفيا معنا من مسقط الأستاذ عبد الحميد الموافي المتخصص في الشؤون العربية. أهلا بك أستاذ عبد الحميد. أهلا بحضرتك. إذن السلطان هيثم بن طارق أصدر مرسومين سلطانيين اليوم، أول مرسوم منهما بيتعلق بوضع نظام أساسي جديد للدولة، لو تحدثنا عن هذا المرسوم الأول لو سمحت. بالنسبة للمرسوم رقم 6 على 2021 الذي صدر اليوم، فهو كما أشرتم في الخبر يتعلق بإصدار نظام أساسي جديد للدولة. الدولة أو كان هناك نظام أساسي أصدره الراحل السلطان قابوس طيب الله ثراه منذ 25 عاما، أي أنه صدر في عام في نوفمبر 96. نعم. غطى هذا النظام الأساسي الذي كان معمولا به حتى الآن كل ما يتعلق بتطور الدولة العمانية خلال 25 عاما الماضية، بما فيها تحديد الاختصاص والمؤسسات وغيرها. المرسوم الذي أصدره جلالة السلطان هيثم اليوم يعني إصدار نظام أساسي جديد للدولة تحتمه الظروف الجديدة والمرحلة القادمة للدولة العمانية التي دخلتها مع تولي جلالة السلطان هيثم مقاليد الحكم من ناحية، وتتصل أيضا بدخول الدولة أو البدء في تطبيق استراتيجية عمان 2040 التي ستستمر أو التي بدأ تنفيذها من الآن من هذا العام وتستمر على مدى 20 عاما القادمة. النقطة الجوهرية كما أشرت حضرتك أو كما جاء في المرسوم هي ما يتعلق بتعيين ولي عهد للدولة. نعم. وهذا الأمر لم يكن معمولا به في النظام الأساسي السابق، ولكن كانت هناك آلية مختلفة لهذا المجال، وهذا يمكن شرحها وإطالة فيها. ولكن ما يتعلق بالنظام الأساسي الجديد فهو نظام أساسي من أجل أن يحقق ديمومة واستقرار مؤسسات الدولة العمانية، خاصة فيما يتعلق بهذه النقطة التي كانت مسار أخذ ورد في بعض الأحيان، بحيث أنه سيكون هناك ولي عهد يتم تعيينه وله اختصاص محددة، وبالتالي يكون معروف بدل ما يكون متروك للحظة الأخيرة. طيب ماذا عن المرسوم الآخر أستاذ عبد الحميد والذي يتعلق بمجلس عمان، قانون مجلس عمان؟ من الملاحظ أن المرسوم الآخر الذي يتعلق بمجلس عمان فهو أيضا يسير في إطار الإعداد للمرحلة القادمة للدولة وإعطاء مزيد من الصلاحيات لمجلس عمان بجناحيه، يعني اللي هو مجلس الدولة المعين ومجلس الشورى المنتخب، بحيث تكون هناك أدوار أكثر فعالية وأكثر وضوحا بالنسبة للمجلسين بوجه عام وبالنسبة لمجلس الشورى بوجه خاص، خاصة فيما يتعلق بمناقشة الخطة العامة للدولة اللي هي الموازنة العامة، بما يتعلق بمناقشة الخطط الخمسية للتنمية، فيما يتعلق بمناقشة استراتيجيات الدولة والتعاون مع الحكومة ومحاسبة الحكومة أيضا فيما يتعلق بالأداء بوجه عام. أضاف إلى ذلك أن هذا المرسوم تضمن الاهتمام بجوانب أساسية كان الاهتمام بها يأتي بحكم الظروف منفصلا عن النظام الأساسي السابق، يعني مثلا ما يتعلق بنظام الحكم المحلي، ما يتعلق بنظام المحافظات والولايات ودورها واختصاصها وهو دور متناني الآن وفي الفترة القادمة، ما يتعلق بدور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والذي يقدم تقريرا سنويا للسلطان بعمليات التفتيش التي يقوم بها على مختلف المؤسسات ورصد أي تجاوزات وتقديمها، كل هذا الأمر أصبح جزءا من النظام الأساسي للدولة. لأنه بحكم ما سبق النظام الأساسي السابق صدر في 96، ثم بعد ذلك ظهرت هذه المؤسسات وبالتالي لم تلحق في النظام الأساسي السابق. النظام الأساسي الجديد ضم كل هذا معا بحيث تكون هناك صيغة متكاملة ومستقرة وواضحة ومحددة بكل مؤسسات الدولة في الفترة القادمة. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. كنت معنا أستاذ عبد الحميد الموافي المتخصص في الشؤون العربية من العاصمة العمانية مسقط.
ونتحول إلى شأن آخر، حيث قال كبير المستشارين الطبيين للحكومة البريطانية إن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون الأسوأ بسبب انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا بسرعة في جميع أنحاء البلاد. أضاف المسؤول البريطاني أن المملكة المتحدة بعيدة الآن عن العودة للحياة الطبيعية، وشدد على ضرورة التزام المواطنين بقواعد الإغلاق. وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد وصف وضع القطاع الصحي في بلاده بسبب السلالة الجديدة للفيروس بأنه خطير جدا، وأضاف أن الحكومة البريطانية تسعى للوصول إلى 200 ألف تطعيم بلقاح أكسفورد أسترازينيكا في اليوم الواحد. ينضم إلينا الآن عبر سكايب من لندن الدكتور ضياء الدين كامل، استشاري الباثولوجي بمستشفى أسكس البريطانية. أهلا بك دكتور. أهلا، مساء الخير. أهلا زي بك حضرتك. أهلا بك زي المشاهدين. أهلا وسهلا. أهلا 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 بحضرتك. طيب، يعني كبير المستشارين الطبيين في الحكومة البريطانية صرح بأنه الأسابيع المقبلة هتكون الأسوأ، طبعا هذا بسبب انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، وقال أنه المملكة بعيدة كل البعد عن العودة إلى الحياة الطبيعية. صف لنا الوضع من وجهة نظرك الآن داخل المملكة المتحدة. نعم، هو طبعا للأسف عشان السلالة الجديدة أو الطفرة اللي حصلت في فيروس كورونا غيرت الفيروس، خليته أكثر انتشارا على الأقل بنسبة 50%، وفي نفس الوقت خليته ينتشر بنسبة كبيرة بين الشباب، يعني نسبة انتشاره بين صغار السن متوازية أو متساوية مع نسبة انتشاره في كبار السن، فده خلى الحالات تزيد جدا، وخلى خاصة قبل أعياد الميلاد، وطبعا الشباب دول نقلوا الفيروس إلى بيوتهم في أعياد الميلاد، ففي أعداد كبيرة جدا من المصابين الآن، وفي تكدس في داخل المستشفيات وخاصة في الجنوب الشرقي لبريطانيا، تكدس كبير جدا في المستشفيات والحالات الطارئة، وده عمل أزمة كبيرة جدا في مستشفيات بريطانيا عموما كلها. طبعا للأسف ارتفاع الحالات هو زايد عن بحوالي 20-30% عن الموجة الأولى اللي حضرتك حصلت في شهر إبريل الماضي في إبريل 2020، فده عمل ما كانش متوقع خالص. بدأنا التطعيمات هنا من أول شهر ديسمبر مع ترخيص لقاح فايزر بايونتك، ولكن الآن هم بيعملوا يعني بيدوا اللقاح بطريقة موسعة، وخاصة مع ظهور لقاحات أخرى زي أسترازينيكا ولقاح شركة موديرنا ترخص اليوم. هناك خطة طموحة يعني صرح بها وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، قال إن الحكومة البريطانية بتسعى للوصول ل 200 ألف تطعيم بلقاح أكسفورد أسترازينيكا في اليوم الواحد، ما مدى إمكانية تنفيذ ذلك؟ بالضبط، لا هم فعلا بيعملوا، اعتقد بريطانيا من احسن الدول الماشيه في طريق التطعيمات، من اول اوائل دول العالم كلها، واحسن من اي دوله في اوروبا حتى الان، حتى تفوقت على المانيا وفرنسا مثلا بكثير جدا، وتفوقها على الولايات المتحده ايضا. بدات التطعيمات، حمله التطعيمات من اول ديسمبر زي ما قلت لحضرتك، والان هم طعموا اولموست كل الناس اللي فوق 80 سنه، بيحاولوا يعملوا فوكس على الناس اللي هم من 80 ل 70 سنه، وطبعا الكوادر الطبيه كل الاطباء هنا خدوا الجرعه الاولى، معظم الاطباء خدوا الجرعه الاولى، منتظرين الجرعه الثانيه، فاعتقد التطعيمات ماشيه كويس جدا، بس الغير متوقع هو زياده عدد الحالات، وخاصه زي ما شرحت حضرتك في الطفره اللي حصلت، والوقت ده وقت صعب جدا في بريطانيا عموما، لان مع الكورونا بيحصل برضه الانفلونزا والبرد والجو بارد، وحضرتك عارف الوقت صعب، في جزء كتير من الناس في المستشفيات 10% عندهم اجازه مرضيه او اجازه مثلا سنويه اللي بتحصل الفتره ديت، فده خلى الامور صعبه شويه على المستشفيات وتكدس كتير. بس طبعا يعني بداوا، يعني كان الاسبوع الماضي كان صعب جدا، الان الامور بقت اسهل شويه، نتمنى ان الاسبوع الجاي توصل أعداد للذروة اللي بعديها هتبدأ تنزل تدريجيا، مش هيكون نزول بسرعة زي مع أنه يعني الحكومة البريطانية بتصرح أنه الأسابيع المقبلة هتكون الأسوأ وليست الأحسن. أعتقد يعني ناقشنا في المستشفيات أن ممكن الأسبوع الجاي هيكون هو الذروة الكبيرة قوي، ولكن نتوقع الأسابيع بعد كده هتكون
جرادوال يعني دروب في الكيرف تدريجي. سيكون بالظبط طيب يعني هناك من يقول طبعا فيما يتعلق بالوضع في المملكة المتحدة، أوروبا، الولايات المتحدة إلى آخره، أنه يعني الكل ينتظر نتيجة أعياد الميلاد، ويعني المواطنون الذين ذهبوا لي يعني عائلاتهم خلال هذه الأعياد، فكل هذا لم يظهر بعد، يعني سوف يظهر خلال يعني يمكن هذا الأسبوع والأسبوع القادم. ممكن طبعا ده حد الى حد كبير. هو طبعا اعياد الميلاد بدات هنا في 23 ديسمبر. معظم الناس رجعوا اللي هم يقدروا يرجعوا لشغلهم، رجعوا النهارده في 11 يناير. اعتقد ان الازمه حصلت لما كانت المدارس مفتوحه قبل لغايه قبل اعياد الميلاد باسبوع واحد. المدارس دي ساعدت الى حد كبير الى انتشار المرض، والناس الطلبه وطلبه المدارس رجعوا لبيوتهم فنشروها. وعاد الميلاد للاسف برضو في ناس هنا ما بتلتزمش بال هو مفروض التطعيم مع الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي مهم جدا. الامرين دول مهمين جدا، لان منظمات الصحه العالميه حذرت ان لازم الاثنين دول يمشوا مع بعض. أيوة. جنبا الى جنب، والا مش هنقدر نخرج من الازمه. انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات، الدكتور ضياء الدين كامل، استشاري الباثولوجي بمستشفى اسكس البريطانيه. ومن بريطانيا إلى الولايات المتحدة، حيث أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للمشرعين أنهم سيصوتون في هذا الأسبوع على قرار يدعو نائب الرئيس مايك بانس والحكومة إلى عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه قبل الانتقال إلى المساءلة. قال بيلوسي في رسالة إن مجلس النواب من المقرر أن يصوت يوم الاثنين أو الثلاثاء على قرار يحث بانس على اللجوء إلى التعديل 25 في الدستور الأمريكي، والذي يسمح له وللحكومة بإقالة الرئيس إذا كان غير قادر على أداء مهامه الرسمية. أضافت أنه بعد ذلك سيمضي مجلس النواب في طرح تشريع المساءلة. هذا وكانت قد اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس دونالد ترامب مساء يوم الأربعاء الماضي مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرسمية التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه. قبل أيام من انتهاء ولايته، يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوات للاستقالة بشكل متزايد بما يشمل معسكره الجمهوري. رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي قالت إنها ستمضي قدما في الجهود المبذولة لإقالة ترامب من منصبه خلال الأيام الأخيرة من ولايته بعد الهجوم العنيف لمؤيديه على مبنى الكابيتول. بيلوسي قالت إن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون يدعو إلى إقالة ترامب باعتباره غير صالح للمنصب على حد قولها، وذلك بموجب التعديل 25 للدستور. وأضافت أنه في حال لم يوافق نائب الرئيس مايك بينس فسنمضي في طرح تشريع العزل في مجلس النواب. ترامب الذي تخلى عنه العديد من وزرائه مع فتور علاقته بنائبه مايك بينس لم يعطي أي إشارة إلى أنه مستعد للاستقالة بحسب ما نقلت الصحافة الأمريكية عن مستشاريه. يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه المحققون إلى تحديد هوية مثير الشغب الذين اقتحموا مبنى الكونغرس الأمريكي. وقالت السلطات إنه تم فتح ما لا يقل عن 25 قضية إرهاب محلية نتيجة هجوم أنصار ترامب على مبنى الكونغرس. أحداث الكونغرس وضعت ترامب في آخر أيام ولايته في مأزق، فهل سينجح الديمقراطيون في عزله أو محاكمته هذه المرة، خاصة وأنها ليست الأولى خلال فترة ولايته؟ عبر سكايب من واشنطن الدكتور مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، أرحب بك. أهلا بك. إذن رئيسة مجلس النواب الأمريكي قالت إنه المشرعين سيصوتون على قرار بيدعو نائب الرئيس مايك بينس والحكومة إلى عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه قبل الانتقال إلى المساءلة. دكتور مهدي، يعني أليس الوقت ضيقا للغاية لكل هذه الإجراءات التي تريد بيلوسي اتخاذها؟ بالطبع 9 أيام يعتبر وقت ضيق جدا بالنسبة للكونغرس، بس لابد أن يكون هناك تحرك، إما أن يستقيل دونالد ترامب أو يتم عزله وإحلال بنس مكانه، أو يتم توجيه الاتهام في الكونغرس. والتوجيه الاتهام في هذه المرة هو جاهز، يعني اليوم إن لم يوافق بنس على عزل ترامب مع مجموعة من إدارته
غدا سيتم مناقشة بنود توجيه الاتهام، ويوم الأربعاء سيتم الموافقة عليه. مسألة أنه لابد من فيما يتعلق ببنس دكتور، يعني خرجت تصريحات تفيد بأنه لن يستخدم التعديل 25 من الدستور الأمريكي لعزل الرئيس. هو إلى الآن قال أنه لا يقبل هذا، لكن لم تكن هناك يعني مسألة موجهة إليه رسميا. اليوم سيتم توجيه هذا من الكونغرس رسمي لبنس. بنس رجل محنك وقد يعني ينساق في هذا لكي يحافظ على الحزب الجمهوري. حتى ولو لم يوافق بنس فهناك الاختيار الآخر، وهو اختيار جاهز، ولدينا في الحزب الديمقراطي الأصوات الكافية لاتهام ترامب. وحتى إن لم نستطع أن يكون هناك يوم 19 من يناير موافقة، أو أن يأتي مجلس الشيوخ مبكرا للموافقة على هذه المسألة، سيتم توجيه الاتهام لترامب مثلما حدث من قبل ولم يوافق عليه مجلس الشيوخ كما تعلم. ولكن هل هذه المرة سيوافق مجلس الشيوخ؟ نعلم يعني أنه هو منقسم إلى قسمين، والتي سترجح الأصوات هي كمالا هاريس. هو في الحقيقة كي يتم توجيه التهمة بالكامل لابد أن يكون هناك 67 صوت في مجلس الشيوخ. نعم. نحن الآن لدينا 50 صوت ديمقراطي وصوتين على الأقل من الجمهوريين، لكن حتى ولو لم يوافق مجلس الشيوخ ستكون هذه المرة الأولى في التاريخ أن يتم توجيه مثل هذا الاتهام لأي رئيس أمريكي يعني منذ بداية الولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك أعتقد ينتهي دونالد ترامب. يتم توجيهه مرتين، يعني هذه المرة الثانية والمحاولة الثانية لعزل ترامب. بالطبع بالطبع. ذكرت الحزب الجمهوري وأنه بنس من الممكن أن يوافق عندما يعني يطالبه الكونغرس بذلك حفاظا على الحزب الجمهوري. ما مدى التصدع الذي حدث في الحزب بعد أحداث الكونغرس الأخيرة دكتور مهدي؟ هناك صدع كبير في الحزب الجمهوري لدرجة أن البعض يظن أنه يمكن أن ينقسم إلى حزبين. كما تعلم ما كان يحدث لم يكن هي من الأصول الديمقراطية. الجمهوريين والديمقراطيين ليسوا أعداء، وإنما يفكرون بطريقة مختلفة. ترامب خلق مجموعة جديدة ما نسميهم الترامبيين، هؤلاء المتشددين، ويذكروني بأحداث التي بارتي أو حزب الشاي الذي نشأ من المتشددين أيضا. في هذه المرة وقف الجمهوريين العمالقة الحقيقيين سواء كان بنس أو ميتش ماكونيل أو لينزي جرام، وقالوا لن نقبل بهذه المهزلة. وهذا أدى إلى انشقاق في الحزب الجمهوري، لأن هناك بعض المتعاطفين مع ترامب وخاصة في مجلس النواب. ولكي يعلم المشاهد والمتابع لماذا مجلس النواب، لأن مجلس النواب يتم اختياره كل سنتين، ويظن البعض أن ترامب قد يكون له تأثير في هذه الانتخابات بعد خروجه، لكن أنا أعتقد أن انتهى مستقبل ترامب السياسي. طيب، هناك أيضا من المحللين من يرون أن نانسي بيلوسي هي تلجأ إلى كل هذه الإجراءات. طبعا يعني ليس هناك وقت لتنفيذها، 20 من يناير سيتولى بايدن منصب الرئاسة، ولكن تلجأ إلى كل هذه الإجراءات حتى لا يرشح الحزب الجمهوري ترامب مرة أخرى في انتخابات 2024. لا، في الحقيقة اللي بيقول كده يعني لا يعلم السياسة جيدا. خلاص مستقبل ترامب السياسي انتهى. إذا كان الحزب الجمهوري بنفسه كما ذكرت سواء بنس أو ميتش ماكونيل أو كل يعني العمالقة الجمهوريين علنا وأمام العالم أجمع استغنوا عن ترامب. ترامب ما قام به هو سب في جبين كل أمريكي، فلذلك لا أعتقد أن المسألة مسألة مستقبله السياسي في 2024، بل على العكس هناك من الجمهوريين سيتسلقون هذا ويحاولوا استخدام القاعدة التي أنشأها ترامب بالإضافة إلى لم الشم. لكن المسألة هي أن يكون هذا درس. نعم. لدونالد ترامب ولكل من يأتي من بعده في الديمقراطية الأمريكية. ولكن القاعدة التي أنشأها ترامب، يعني هناك من المحللين من يرون أيضا أنها خاصة به فقط وليس بالحزب الجمهوري، يعني جماعات مثل برايد بويز إلى آخره من هذه الجماعات هي تؤيده هو شخصيا أكثر مما تؤيد الحزب الجمهوري، وهنا تكمن المشكلة، لأنهم تحركوا في الشارع قبل ذلك وذهبوا إلى الكونغرس، من الممكن أن يفعلوا ذلك مرة أخرى. بالطبع ممكن أن يحدث هذا، لكن في هذه المرة يعني المؤسسات الأمنية لهم بالمرصاد. هناك تحرك تم من
الجيش او الجيش الوطني او اللي هو الناشونال جارد من ولايه فيرجينيا المجاوره لمدينه واشنطن العاصمه وولايه ميريلاند ايضا تم تحريك هؤلاء، بالاضافه هناك طلب للجيش الامريكي نفسه بوجود قوات، هناك القوات الخاصه، هناك القوات الخاصه بالاف بي اي المباحث الفيدراليه، وهناك متابعه لهؤلاء، وهناك منع من دخول اي من ليس لديه عمل في واشنطن دي سي، وهناك تحقيق مع الاشخاص الغير مرغوب فيهم في الفنادق في واشنطن. واعتقد ان القوات الامنيه كفيله بحمايه واشنطن، لكن التخوف ان تحدث مشادات او تحدث يعني مناوشات في اماكن اخرى خاصه في الولايات التي تسمح بحمل السلاح بشكل كبير، لابد في الاخذ في الاعتبار كل من دخل واشنطن بسلاح في هذا اليوم سيتم توجيه الاتهام له. مدينه واشنطن غير مسموح فيها بحمل السلاح الا لمن لديهم تصريح من داخل واشنطن، فالمساله ليست بهذه البساطه. اعتقد ان القوات الامنيه على قدر وساق وعلى قدم وساق في حمايه هذا الحدث، والا يعني ستنهار. ولكنها يعني لم تكن على هذا القدر من اليقظه عندما تم اقتحام الكونغرس دكتور مهدي. في الحقيقه لانه الطبيعي من يعلم في الولايات المتحده الامريكيه المظاهرات كل يوم، الاف المظاهرات، كان من المفروض ان تكون هذه مظاهره تأييد، مظاهره سلميه، لكن خطاب الرئيس دونالد ترامب وخطاب ايضا والذي سيحاسب عمده نيويورك هو الذي ادى الى توجه هؤلاء الى الكونغرس، وكانت الدعوة صريحة من الرئيس ترامب ودعوة أيضا بالقوة أن تدخلوا إلى الكونغرس من جولياني، فلذلك ما حدث لم يكن متوقع، بالإضافة أن من المفروض ألا يكون هذا النوع من الحديث في اللقاءات، يعني ترامب كان يجري لقاءات مثل هذه بالعشرات كما تعلم، لم يتوقع أحد أن تصل إلى هذه المرحلة. هناك أيضا يعني وهذا سؤال افتراضي مستقبلي دكتور مهدي، من يعتقد أنه بعد ما حدث من الرئيس ترامب ففرص وحدود مايك بنس هي أصبحت كبيرة جدا لقيادة الحزب الجمهوري بعد تصرفاته التي وصفت يمكن بتروي والحكمة في الأيام السابقة، ما رأيك؟ أنا موافق جدا على هذا الرأي، هذا الرجل أثبت أنه على قدر المسؤولية وهو الذي استطاع أن يقف في وجه ترامب مع أنه أكثر الحلفاء له، وأعتقد أن الجمهوريين حتى سيدعموا بنس لموقف مثل هذا لأن القيادة تحتاج إلى حكمة وليس تهور كما كنا نرى من ترامب. طيب ما هو توقعك ليوم التنصيب نفسه 20 يناير؟ يوم التنصيب أصلا من قبل هذا وقد قلت هذا أعتقد على قناتكم أن بالأصل كان دائما يتم دعوة عشرات الآلاف لهذا اليوم، كل كونغرسمان لديه، كل عضو في الكونغرس لديه قرابة 100 دعوة، الآن تم اختصار هذا إلى دعوتين فقط لعضو كونغرس، بالإضافة للمؤسسات الكبرى وبعض السفارات، وتم إعطاء يعني توجيه للأفراد بعدم الحضور للمنطقة، ستكون هناك مناطق خارجة عن المنطقة فيها شاشات كبرى للعرض، وأيضا سيتم تغطية هذا الحدث من جميع وكالات الأنباء الخارجية والداخلية، ويراعى أن يكون هناك تواجد خارج منطقة دي سي. هناك جزء من هذا التنصيب ألا وهو أن يمشي الرئيسين في الشارع كما رأينا من قبل في عام 2016، لا تم إلغاء هذه الجزئية، وهناك احتياطات أمنية بحيث أن تتم هذه المسألة بسلام، ولكن كما تعلم أيضا مايك بنس سيحضر وهو اختار أن يحضر، نعم، غير ترامب الذي اختار أن يكون خارج واشنطن في هذا الوقت. شكرا جزيلا لك على هذا التحليل، كنت معنا من واشنطن عبر سكايب الدكتور مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي.
وفي هذا النبأ العاجل استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزراء خارجية الرباعية الدولية مجموعة ميونخ المعنية بدعم مسار عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تضم كل من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وجان إيف لودريون وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، وهايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال اللقاء على مستجدات جهود مجموعة ميونخ الوزارية لإعادة تنشيط المسار التفاوضي للقضية الفلسطينية في ضوء انعقاد اجتماعها الحالي بالقاهرة. وقد رحب الرئيس بالمجموعة الوزارية في القاهرة مشيدا بالتنسيق الرباعي المصري الأردني الفرنسي الألماني الذي يهدف لكسر الجمود الحالي في مفاوضات عملية السلام، حيث أكد أهمية التحرك في الوقت الراهن لإعادة طرح ملف عملية السلام على الساحة السياسية الدولية مع مراعاة آخر التطورات السياسية على المستويين الدولي والإقليمي، وأخذا في الاعتبار عضوية المجموعة والتي تضم الدولتين العربيتين الأقرب إلى القضية الفلسطينية إلى جانب كبرى دول الاتحاد الأوروبي. كما أكد الرئيس استمرار مصر في جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها إحدى ثوابت السياسة المصرية وجوهر قضايا الشرق الأوسط، وذلك سعيا لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية. من جانبهم أعرب وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا عن التقدير لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مع الإشادة بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلا عن الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، إلى جانب جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق التوافق السياسي بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، مؤكدين على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد اجتماعات مجموعة ميونخ بهدف العمل على تحريك جهود السلام في المنطقة وحلحلة الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية، من خلال حث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التفاوض وصولا إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب في نهاية اللقاء بنقل تحياته إلى كل من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. مشاهدينا، انتهت هذه الحلقة من أحداث اليوم قبل ساعة من الآن، وغدا حلقة جديدة من أحداث اليوم. شكرا لمتابعتكم، وألقاكم والزميلة آية عبد الرحمن في نشرة السادسة بعد دقائق قليلة.